السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم أجين تعلم. فيديو اليوم هو تقديم لباك ليبر سيري. إذن إلا كنتي باغي توجد باك ليبر، هاد سيري راها ليك. الفكرة وراء هاد العمل هو أنه أنا طالبة دوزت باك حر 2017. نهار اللي مشيت ندوز لقيت تلاميذ عوالين على نقيل، ما عارفينش تا اسم الدروس، مرونين بحال لا ما وجدوا حتى شي حاجة. أنا دوزت جوج مرات البكالوريا وجبتهم بجوج مونسيون بيان، حسيت انه من واجبي نشارككم افكار وطرق المراجعه من جهه، ثم كيفيه التعامل مع باك ادبي بالخصوص من جهه اخرى. انا ماشي استاذ او لا عنصر تربوي، بغيت نشارككم طرق اللي انا عارفها. بغيت نشارك معكم الخبرات ديالي اللي اكتسبتها المتواضعه والبسيطه جدا في هاد الاعوام ديال الامتحانات ديال البكالوريا واعوام اخرى اللي دوزت فيهم امتحانات شاقه. كنتمنى انه يعجبكم هاد الكونتوني المتواضع والبسيط، ومن كل قلبي كنتمنى نكون واحد العائله متفاهمين نتناقشوا. لذلك ما تبخلوش علينا بالمشاركات ديالكم في الكومنتر والافكار ديالكم. هاد لاشين ما غاش يكون فيها غير سيري ديال باك ليبر، غادي يكونوا دي سيري اخرين، ولكن قلت علاش ما نتعاونوا ونبوستي هاد لا سيري الاولى ديال باك ليبر باش نتعاونوا فيها جميعا باش ننجحوا ان شاء الله. كما قلت لكم ما تبخلوش هنا مشاركتكم في لي كومونتير لتحت، وعلاش لا عجبكم لو كونتوني بواحد لايك، علاش لا ما نكرهوهاش. انتظرونا في الخميس الجاي، كل خميس غادي يكون فيديو جديد ان شاء الله. الفيديو ديال الخميس الجاي غادي يكون على كيفاش نبدا نبريباري للباك ليبر. دمتم في رعايه الله وتهلاو في راسكم، الى الفيديو القادم.